رانا مركزين على المهمه تاعنا اللي هي يعني فوق الميدان ان شاء الله. التحضيرات كانت عاديه، كنا طحنا مع الشلف كما كنا قادرين نطيحوا مع مقرا ولا مع سي ار بي. احنا ليسونسيال ان شاء الله نكونوا واجدين للمباراه اللي احنا في وهران ولا عندنا، ولا احنا نديروا كل ما في وسعنا ان شاء الله باش نكونوا في المستوى ونتاهلوا ان شاء الله لما لا للدور النهائي ان شاء الله. وهذا الشيء اللي رانا عازمين عليه ان شاء الله، وربي يوفقنا ان شاء الله.